الباب التاسع والأربعون ومئة. باب جواز قول المريض أنا وجع أو موعوك أو ورأساه ونحو ذلك، إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. رواه البخاري.